وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الدقهلية لبحث موقف جميع قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة، تمهيداً لسحبها وإعادة طرحها لمستثمرين جادين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ الدقهلية طارق مرزوق وأعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية وعدد من مستثمري المنطقة لبحث جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها، حيث أكد أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل، كما سيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوقالي، حيث استعرض الخطيب الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا. كما أشار الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار والتي تشمل توفر المواد الخام والعمالة المؤهلة وتنافسية تكلفة الاستثمار وتوفر البنية التحتية الاستثمارية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة. وخلال لقاء الوزيرة مع رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، أشارت الوزيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفاً رئيسياً لبرنامج عمل الحكومة الحالية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال. تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق يرافقه محافظ الفيوم أحمد الأنصاري معرض أهل المدارس 2024 وعدد من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة بمدينة الفيوم. كما شملت الجولة تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلامة، حيث يقوم الفرع بصرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز بالإضافة لبيع السلع الحرة واللحوم الطازجة والمجمدات. تفقد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مقر شركة النصر للأجهزة الكهربائية نيازة التابعة للشركة القابضة للصناعة الكيماوية بمحافظة الإسكندرية. وعقد وزير قطاع الأعمال العام خلال جولته التفقدية اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالشركة لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة من القطاع الخاص. وأكد الوزير ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة والتوسع في الإضاءة الموفرة للطاقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور الحامد الرئيس التنفيذي للشركة. وشهد اللقاء استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر وحقل نور علاوة على القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر. وتناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز في 12 منطقة، حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة.
وفي أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات زيادة دون المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما فاق الدعم الذي تلقته الأسعار من قرار تحالف أوبك بلس وإرجاء زيادة الإنتاج. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.24% إلى 71.6 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% إلى 67.67 دولار للبرميل، كما هبطت أسعار المازوت عالميا وذلك بنسبة 2.6% لتصل إلى 2.12 دولار للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا التصنيف من وكالة ستاندرد أند بورز لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية. وعلى الصعيد النقدي أشارت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية للأردن ليصل إلى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو من عام 2024. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سيفادينيكو إن اقتصاد بلادها يظهر مرونة. وأشارت الوزيرة الأوكرانية إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في يوليو الماضي بنسبة 2.7% من حيث القيمة السنوية، مضيفة أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 4% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 يتماشى حاليا مع توقعات الحكومة.